Ahora sí, y la yarna para todo lo que hay. El Nabi sallallahu alayhi wa sallam كان يصنع في ركعات الفجر ما لا يصنع في بقية الغراب. ركعات الفجر لم يترك النبي صلى الله عليه وسلم لا في حضر ولا في سفر. ركعات الفجر لها فضل دون بقية السنة الرواتب. خير من الدنيا ما فيها. خير من لو قال لك نعطيك أموال الدنيا كلها. هذه ركعتين أفضل منها. لا تتركها أبدا. تقضى. ما تترك لا في حضر ولا في سفر. تخفف دون إخلال الصلاة. تقرأ فيها بعد الفاتحة في الأولى قل يا كافرون في الثانية بعد الفاتحة قل الله أعلم. نعم. كذلك الوزن لم يترك النبي صلى الله عليه وسلم، وقلنا أقل الوزن ثلاث ركعات على أقل الكمال، وأقل دون الكمال ركعة. لا تترك أبدا، لم يترك النبي صلى الله عليه وسلم الوزن لا بحوض ولا بسم. تحافظ على السنة الرواتب، تقرأ القرآن، انتظار الصلاة بعد الصلاة، فإنهم لبار ما في سبيل الله أنت في المسجد تستقبل لك الملائكة وما تزال في صلاة ما انتظرت الصلاة. سبحان الله، هذا الآن جالس ينتظر العشاء كأنه قائم صلاة ما انتظر الصلاة. إخوان هذا الذي يعني نراه من البعض لنا الله إياه، هل يخالف كتاب السنة؟ حتى البعض يعني ما يأتي بعد الناس فلا ما أتي المسجد شيطان هذا الله. لو ما تأتي المسجد إيش معنى أنك تعتزل أهل السنة والجماعة ولا تصلي، تتخلف عن الجماعة. الذي يتخلف عن الجماعة هو ذكر عاقل البالغ كما يعدوه زمن الصحابة مالك منافق ظهر النفاق، كان يأتوا بالرجل يهادى به بين الظهرين، يعني ما يستطيع المشي مريض معذور لا يتخلف عنها الا منافق ظهر النفاق. ولا بد ان يتفقد الاقوال دائما، اي الامام يتفقد، المؤذن يتفقد. عندنا في مملكه القديم ايام الشيخ محمد بن ابراهيم محمد بن عبد الوهاب كان الناس يحضرون في الصلاة مثل ما تحضر في العمل. الإمام مثل يحضر الذي يتغير عن الصلاة وخاصة الفجر يأخذ الإمام مؤذن بعد الصلاة إلى البيت يدق الباب ويخرجوه يأخذ إيه الله ما يتأخر عنها. أحيانا حتى الذي يتأخر عن الصلاة يضرب. لكن لا تسأل عن ما كانوا عليه من خير ونعم ورخاء. والله حدثنا بعضكم والله كانت تلك الايام والله قبل ان نخرج لصلاه الاستسقاء نعلم ان الله سبحانه وتعالى لا يرد خائف، بل يقول والله في يوم من الايام قربنا الخروج وجدنا رجل في الطريق فلنخرج معه. قال لا عين قال صلاة الاستسقاء قال ارجع بسرعة أخشى يعني ما تدرك الرجوع. أنا انتهيت، أنا دعوت الله الله ما يرد. صحيح يقول والله كان خير وكذا. إخواننا الصلاة عماد الدين، عماد الدين أعلى يقوم عليه البنيان. الصلاة من ترك قد كفر. وأمر أهلك بالصلاة واصطبر عليها لا نسألك رزقا. ونضيع في الصلاة مع كل شيء ضاع، انهدم البنيان. فما يمكن تتخلف عن صلاة الجماعة. إذا لابد أن تفقد بعض من البعض. لماذا آخر تأتي إلى الجماعة؟ لماذا تسهر؟ لماذا ما تتغيب عن العمل؟ والله تسأل بعض الناس. أنا أعرف رجل عندنا له في الوظيفة 27 عام. في ملف الوظيفي لا يوجد لا
ولا ساعة ولا دقيقة تأخير، ما هو مثل ملف 27 سنة، صح؟ نعم، كثير، نعم، كثير، والله كثير، نعم. لكن الصلاة تأخر عنه كذا على كذا سواء ربعاً، فماذا تصنع؟ تنام مبكر، تستعين بالله أن هذا المحاضرة الصلاة هذا ليس عند وجدان، هذا من الله، وما بكم من نعمة فمن الله. تدعو رب اجعلني مقيم الصلاة من ذريتي ربنا وتقبل دعاء. طيب هذا ابراهيم قال ما عنده ذريه، قلنا هذا الدعاء فيه محاضرة على الصلاة، ان الله يرزقه ذرية صالحة وزوجة صالحة وكل شيء. اللهم عني على ذكرك وشكرك وحسن عبادتك، لا حول ولا قوة الا بالله، صحب الصالح. قل يا اخي جزاك الله خير، فضل صلاة الفجر، ونتعاون على أن كل يوم تمر علي هذا جار لها، كل يوم يتعاون على الصلاة. كان الصحابة رضي الله عنهم إخواننا يتعاون، تنام مبكر، تزور القبور، لماذا؟ زيارة شرعية، لأن القبور تذكر الآخر. الأولاد تعلموا، أصلاً الأولاد الآن توقفهم للدراسة ولا يمكن أن تغيب أحد أبد، صح؟ ولا تأخر. أما الصلاة فأمرها سهل، إلا من رحم الله. إخواننا أركان الإسلام أهم ما تقول، ذكرنا الإسلام لما تقدم، ثم الصلاة الركن الثالث، ثم ما يتعلق بالزكاة والحج، ذكرنا شيء من الزكاة، الزكاة والصيام. واسأل الله سبحانه وتعالى بلغني وياكم الحج. فأحوال يعني والله أنتم في خطر، والله كنت تعلم هذا أكثر مني، وأولادكم في خطر أكثر مني، فماذا نصنع؟ نتبه إلى الله، نتعاون، نفتح الله سبحانه وتعالى علينا وتتغير الأمور إلى أحسن. لا بد أن نتعاون، أما كل واحد يعمل على حدة متفرق، لا بد أن نجتمع على ما اجتمع عليه النبي صلى الله عليه وسلم والصحابة رضي الله عنهم. أسأل الله سبحانه وتعالى أن يوفق الجميع لما يحب ويرضى، أن يبلغنا وإياكم رمضان. اللهم اكفنا بحلالك عن حرامك، وارضنا بفضلك عن سواك، ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. صلى الله على النبي محمد وآله وصحبه وسلم، وأستودعكم الله الذي تضيع.